أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول أن كل مشرك كافر وليس العكس؟ وما الفرق بينهما؟ نعم، بينهما عموم وخصوص. كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطلا لا يقر بوجود الله عز وجل، وقد يكون كافرا كفر الشرك يقر ويعبد مع الله غيره. فالمشرك أعم من الكافر. نعم.